euh, donc euh, un jour, j'ai décidé, j'ai maman à ma mère, les études, on va les études pour couture et modélisme stylisme. Donc j'ai créé deux ans ici. La première année, technicienne en Coupe Couture puis Modélisme. Le stylisme, c'était un don qui euh, m'a vraiment aidée à aller plus loin dans mes créations. Alors j'ai entré dans le milieu cinématique par chance. Et, grâce à Dieu, j'ai fait une trace. أه وحاجة الزوينه في هذا الشيء كله انني من نهار اللي بديت السينما خدمت مع مخرجين كبار ومعروفين في, في في المغرب عندنا كالمخرج كمال كمال ولا ابراهيم شكيري أه وتبعتها مسرحيات وديك الشيء بقى كيجي كي متسلسل وانا فرحانه بهذه الاكسبيريونس هذه لان كانت شي حاجه جديده كتزيد تكمل لي ل... كتعاونني وكتزيدني في لو ريبيرتوار ديالي J'ai eu l'occasion en énigme de créer couture avec le département de scénographie, où c'était une expérience aussi licencieuse. Bah, la série c'était ma base. Et à la bière de mes clientes, licenciées dans une Fiat. Qua, un سلوى كنجيو عندك كنجيو عندك دائما للرومي وحنا اوني علاش ما تخليناش البلدي وهكذا غنبقاو نجيو لو ميم كوان لو ميم لو ميم و ساتيسفي معاك اي سي كوم سا باش وظفت هذاك الرومي ديالي اللي كنت فريمون كومبيتونت فيه في البلدي ومشيت مع هاد هاد العصرانه ديال اللباس التقليدي مع مع العصري انا في الحقيقه كنشكر ماما لأنها تي توجور أمي كوتي وبالفضل ديالها هي اللي ساعدتني انني درت لو بروميي اتولي و دونك uh, ما لقيتش دي بروبليم ما لقيتش بروبليم الحمد لله وكنت ناجحه في العمل ديالي دونك سيتي uh, بيان بوغ مو ما كانش عندي دي بروبليم ما كانش عندي عراقيل فوالا voilà. والحاجه اللي هي مهمه كنقول الانسان ملي كيكون كي لي كومبيتون uh, uh, في لو دومين ديالو و, و uh, Capable de gérer son affaire à qui de Des fois, que j'ai des occasions, que des, seasons, y des saisons, qui connaissent des basses saisons, je ne sais pas je Donc, il faut donc les moments où on doit remplir avec le vide, on dit un peu de prêt-à-porter, on je ne pas la couture à un moment, mais je l'activité. Donc, هو كل عام كنت كندير اون بوتيت كوليكسيون كنعيط لمي كليونت مي زامي باش يشوفوا لي نوفوتي ديالي في هذيك المناسبه ديال رمضان هاد العام جاتني الفكره علاش ما كنفكروش في البنيوتات وتا الزويونات الصغيورات دو كو كيكونوا لي فيت في لي زيكول كتكون المناسبات ديال 27 في المدارس دونك كيحتفلوا الوليدات العيد كيبغيو يلبسوهم غير انا ملي فكرت الأطفال فكرت هنا نفعني الرومي ديالي علاش حيت اون جينيرال الدراري الصغار ملي تلبسهم البلدي سي جينون كيكون ثقيل عليهم ما كيتحركوش بسهوله هنا وظفت الذكر العصري ديالي في هذاك البلدي ودرت لهم دي بتيت اه تروك هكا زبيونين اللي يقدروا يلبسوهم هما مرتاحين ما يمكنناش نبقاو شادين في حاجه واحدة جونغ انا كنخيط غير البلدي غنبقى ندير غير البلدي لا

مثلا انا كنت كنخيط البلدي الرومي جات لوكازيون دو آه كورونا كورونا وباء اللي هلك كلشي الناس ما بقاوش خدامين جو دي تي علاش ما نخدموش في بافيت اي جي ترافايي دي بافيت جي ترافايي دي بافيت عاديين وجي ترافايي دي بافيت للناس اللي كيبغيو يلبسو مقادين ومتولين تو اون آه 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 لا كلاس في حوايجهم مع احترام معايير لا بافيت اللي خصها تكون فريمون آه صحيه دونك اي واحد كيبغي يبدا في المشروع ديالو خصو يحبو خصو يدير قدامه بانه يقدر يواجه آه عقبات قدامه ولكن يندوا با لاشي <applause> هنا فين كاين لامور دو ميتي دونك ما حدنا حنا كنبغيو لو ديالنا وحنا خصنا ما نكونوش ما, ما يمكنش نبقاو جالسين في بلاصتنا ونقولوا اه علاش فلوس ما كيجيوناش علاش هذا البروجي ما نجحليش يفو شيرشي يفو بروندغ دي 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 اكسبيريونس ناس اخرين كما قلت القبايله وي كيجيو شي وقيتات كيهرسونا ولكن بالعزيمه وبالاراده وبلامور دو اكيد كنجحوا